مشاهدينا أهلا بكم معنا في نشرة الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة السودانية تحذر من خطورة تحركات وانتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى. وسط تضارب الروايات حول السيطرة على باخموت، كييف تنفي سيطرة فاغنر على 80% من المدينة، وموسكو تؤكد تقدم قواتها. أهلا بكم. في السودان أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستورا وقانونا، محذرة من قيام قيادة قوات الدعم السريع بحشد القوات والانتشار داخل العاصمة وبعض المدن. وقالت القيادة في بيان في ساعات مبكرة من صباح اليوم أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي خطير، وتزداد المخاطرة بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن. وأشار البيان إلى أن التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها. كما أكد البيان تمسك القوات المسلحة السودانية بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري. أما الآن مشاهدينا فننتقل لنستعرض آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات الصراع عسكريا ودبلوماسيا. قدمت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة بشأن مدى سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت التي تمثل منذ أشهر النقطة المحورية في محاولة موسكو التقدم في شرق أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني أمس أنه سيطر على أكثر بكثير من 20% من المدينة، وأضاف أن ادعاء رئيس مجموعة فاغنر أن مقاتليه استولوا على أكثر من 80% من باخموت غير صحيح. وردت وزارة الدفاع الروسية قائلة أن قوات فاغنر استولت على 3 مربعات سكنية في المدينة، وأضافت أن القوات الروسية قصفت قوات احتياط في الجيش الأوكراني قامت بمحاولة للتقدم. في سياق آخر، حذر الكرملين من أن احتمالات تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة في وقت الحرب من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود لما ما بعد 18 مايو ليست كبيرة، لأن الصادرات الروسية من هذا النوع ما زالت تواجه عقبات. هذا ووافقت روسيا الشهر الماضي على تمديد الصفقة لمدة 60 يوما، وقالت موسكو أنها لن تدرس تمديدا إضافيا إلا إذ لبيت المطالب المتعلقة بصادراتها. قال البنك الدولي اليوم أنه سيقدم تمويلا بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا، وسيقدم شركاء آخرون 300 مليون دولار أخرى مع توسع هذا المشروع. وذكر البنك الدولي في بيان أن المنحة ستستخدم في إجراء إصلاحات طارئة لمحولات الطاقة ومرافق التدفئة في أوكرانيا وغيرها من معدات الطوارئ الأساسية. هذا وحشد البنك الدولي تمويلا طارئا لكييف بأكثر من 23 مليار دولار شاملات التزامات وتعهدات من المانحين لمواجهة الأضرار في أكثر من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. من جانبها، حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين العالم على مواصلة مساعدة كييف على تلبية احتياجاتها المالية في وقت الحرب في اجتماع مع كبار ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بينما كرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار. وأضافت يلين في تصريحاتها بأن واشنطن ترحب بالجهود التي يبذلها حلفاء الولايات المتحدة لتقديم مساعدة كبيرة لأوكرانيا.
مشاهدينا هذه النشرة متواصلة تتابعون فيها بعد فاصل قصير. تباين ردود الفعل على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، وبكين تدين الدور السلبي لواشنطن في التوتر بين الكوريتين. تسامح، تسامح واجب، نحن بشر كلنا اخوان، كلنا اخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية، كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءا من حكايتنا. التسامح لغتنا. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة السودانية تحذر من خطورة تحركات وانتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى. وسط تضارب الروايات حول السيطرة على باخموت، كييف تنفي سيطرة فاغنر على 80% من المدينة، وموسكو تؤكد تقدم قوتها. أهلا بكم من جديد. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دبلن اليوم ضمن زيارته التي تستمر 3 أيام، حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان ويحضر مأدبة في قلعة دبلن. وسيحل بايدن ضيف شرف على مأدبة في قاعة سان باتريك في قلعة دبلن مساء اليوم. وأمضى بايدن صباح أمس في بلفاست، حيث أجرى محادثات قصيرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، وحث الزعماء السياسيين في إيرلندا الشمالية على استعادة حكومة تقاسم السلطة، مع وعد باستثمارات أمريكية كبيرة. عزز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صدارته لمرشحي الحزب الجمهوري بعد أن أعلنت لجان حملته عن جمع 19 مليار دولار في 3 أشهر. وانتزع ترامب الصدارة من منافسته نيكي هيلي التي جمعت 11 مليون دولار، فيما اعتبرته حملتها دليلا على جاذبيتها الواسعة في صفوف الجمهوريين. عوضت الاتهامات الجنائية التي وجهت له في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب عن البداية الضعيفة لجمع تبرعات لحملته، فبعد 48 ساعة فقط من اتهامه جمعت حملته 5 ملايين دولار، ليتصدر المرشحين بمبلغ يفوق 12 مليون دولار. الواضح أن ترامب قد استفاد كثيرا في الآونة الأخيرة، وحيث ارتفعت أسهمه بالمقارنة مع كل المرشحين الجمهوريين، إن كانوا أولئك الذين أعلنوا عن ترشيحهم أو الذين يعتقد أنهم سيرشحوا أنفسهم. وفعلا هذه جلبت تغييرات مهمة فيما يتعلق بالدعم الشعبي، وخاصة في أوساط الجمهوريين للرئيس السابق. نيكي هيلي سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الجمهورية للرئاسة جمعت أكثر من 11 مليون دولار في الأسابيع 6 الأولى، وهو مبلغ كبير يفوق ما استطاع ترامب جمعه خلال نفس الفترة، الأمر الذي اعتبرته حملتها دليلا على الجاذبية الواسعة التي تحظى بها هيلي في صفوف الجمهوريين. أرقام نيكي هيلي مذهلة، ولكن حين تضعها في مقارنة مع الشخصين المرشحين أمامها في الحزب، فإن هذه الأرقام لن تحقق لها ما تريد، سيما إذا وضعنا في الاعتبار كم الأموال التي يمكن لهذين الشخصين جمعها.
ورغم أن ران دي سانتس حاكم فلوريدا وأبرز الوجوه الجمهورية لم يعلن ترشحه رسميا حتى الآن، إلا أن لجنة العمل الرئاسي باك تقول إنه جمع منذ مارس من العام الماضي 30 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار لترامب عن نفس الفترة. الأموال التي تجمعها لجان الحملات الانتخابية تعد مؤشرا مهما على قوة المرشح وشعبيته، وهو ما ينطبق هنا على ترامب أكثر من أي مرشح جمهوري آخر، وذلك بعد أن جمع 5 ملايين دولار في يومين فقط، بالإضافة إلى اكتساحه معظم استطلاعات الرأي التي تلت المحاكمة. لقنوات أبوظبي، سيد يوسف، واشنطن. وإلى فرنسا، حيث دعت النقابات العمالية مرة أخرى إلى إضرابات ومسيرات اليوم ضد تعديل الرئيس إيمانويل ماكرون نظام المعاشات التقاعدية، وتتوقع السلطات أن يشارك ما بين 400,000 و600,000 شخص في اليوم 12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري غدا نتيجة مراجعة اقتراح التعديل، ويمكنه إلغاء التعديل جزئيا أو كليا أو إعلانه دستوريا. يشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. في تطورات أخرى، قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى أو أبعد من ذلك اليوم، ما دفع السلطات اليابانية لتحذير سكان جزيرة هوكايدو الشمالية ومطالبتهم بالاحتماء. وسحبت السلطات اليابانية التحذير في وقت لاحق قائلة إن نظام الإنذار في حالة الطوارئ قد أخطأ وتنبأ بأن الصاروخ سيسقط بالقرب من الجزيرة. هذا وقال جيش كوريا الجنوبية إن الصاروخ حلق مسافة 1000 كيلومتر تقريبا، واصفا إطلاقه بأنه استفزاز خطير. هذا ودانت الصين اليوم الدور السلبي للولايات المتحدة في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وإلى موضوع آخر، حيث ذكرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أن الطائرات الحربية والسفن الصينية لا تزال تعمل حول الجزيرة بعد أيام من إعلان بكين انتهاء مناوراتها الحربية رسميا. وقالت الوزارة أنه تم رصد 26 طائرة وسبع سفن خلال 24 ساعة الماضية، ومن بين هذه الطائرات 14 طائرة حربية صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية. هذا وأجرت الصين تدريبات عسكرية استمرت 3 أيام ردا على اجتماع رئيسة تايوان تساي إنغوين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي. في أخبار أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهو الربع الأول الأكثر دموية على الإطلاق منذ عام 2017. وتم توثيق 441 حالة وفاة للمهاجرين من يناير إلى مارس من هذا العام، وهو أعلى عدد وفيات في ربع سنة منذ عام 2017، عندما تم تسجيل 742 ضحية. وقالت المنظمة الأربعاء إن الزيادة تأتي وسط تقارير عن تأخيرات في استجابات الإنقاذ التي تقودها الحكومات وإعاقة عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية. ومشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة. ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.